FM. الكلمة ليك. قانون كل ما يمكن أن يؤدي إلى ضمان الحقوق والتقليص من حجم هالانفلاتات هذه اللي يعرفها مجتمعنا، جرائم الاغتصاب وجرائم التعدي وجرائم يعني العنف في نهاية الأمر مسلط على النساء، خطر هذا يلزم منظومة الحكاية هذه في حماية الحقوق. يعني واحد يلزم يشجعه، يلزم يدعم المسار هذايا. اتبقى أنه ما نحبش الشيء هذايا كل يكون تحت ضغط الفانتازيا هذيك الايديولوجية متاع ارتباط بمنظومة متاع اللي موجودة متاع هذه الموضة الدولية. مهم جدا توا نضينا على اتفاق الدولية مسألة هذه، لكن الأهم بالنسبة لي أنه القانون يكون منصت أيضا للحقائق الاجتماعية. أحيانا اللي تتجاوزني وتتجاوزك تتجاوز الرغائب متاعنا. شوف المسألة هذية حيرها مثال، والمثال هذية ما كانش مرتبط ارتباط مباشر بالحكاية هذية، هي مثال محكمة الكاف والقضية اللي طرحت عندها شهرين واللي هي في الحقيقة فيها وعليها الكلام، فيها وعليها كان قضية اغتصاب مش قضية اغتصاب. تذكر خذينا من العائلة، خذينا حكينا مع عائلة الضحية وكانوا قابلين بالزواج وكانوا باش يعملوا حتى طالبين احتفال وطالبين ذلك، هما اللي طالبين وكذا ويقول لك انا ما هوش اغتصاب وبرضاها ومش برضاها ومش كذا. لكن في كل الحالات كما قلت اليوم عندنا هوني فما كانت فما ثغرة في القانون صلحناها، ومن بعد ديما ناخذوا بالحيثيات نتاع طبعا متاع كل قضية تبقى عندها سياقاتها. كل معناها اليوم راك مثلا تلجمش يعني عليك أن تقيم وتعطي القيمة للاختلافات السوسيولوجية والاختلافات بين الحضر والأرياف، راهو مش كيما العلاقات داخل المدينة، مش كيما العلاقات داخل الريف. أبعد من هكا تأكيد الجريمة أصلا طبعا طبعا إثباتها، وين جانب الاغتصاب، وين جانب القبول والرضا والسعي لذلك. اليوم أنا مانيش باش تحدث بمنطق ذكوري، معناها اللي العباد تحاول توظفه في اتجاه تأكيد نظريات رجعية معادية للمرأة، لكن ترقى الآن فبتي تحكي في الشارع التونسي اليوم بغض النظر خلينا من الكلام نتاع المخب، الشارع التونسي والله القوانين اعطت للمرأة برشا كذا والراجل تا ولا مظلوم والراجل كذا، في برشا قضايا طلاق، في برشا قضايا كذا يجي وجينا برشا مطالب حتى كذا وبرشا فهمتي مشاكل وبرشا ملفات، يقول لك يا خويا المشرع التونسي ياسر بايل يعني ومعناها وتحول للجانب الاخر في السكسيزم لفائدة المرأة على حساب الرجل، على حساب الراجل في الجانب هذا. لكن انا نقول في كل الحالات، في كل الحالات مهما كانت هالشكاوي، احنا من الا مجتمع شرقي، ومجتمع شرقي احببنا وكرهنا الكفة مايلة فيها للذكور والكفة مايلة فيها للعقلية الرجالية الذكورية. هناك برهان ما نجموش نتطوروا، ما نجموش احيانا حتى في على المستوى الاجتماعي هذه مسألة تنش او مسألة دربة، مسألة طويلة متعلقة بتغيير منظومة التفكير وبتغيير منظومة القيم وبتغيير منظومة الثقافية. هنا الدين يلعب دور في المسألة هذه، رد بالك في نهاية الامر تطلع تهبط انت بالتشريعات بتاعك مربوط بالنص القرآني اللي هو نص واضح في اتجاهاته في علاقة بالذكر والأنثى، ويقول لك في قضايا هذه فما اجتهادات وهو نص يميل للرجال أكثر على حساب النساء. خلينا نكونوا واضحين من غير ما نعقدوها الحكاية، وهذه تلعب أدوار هنا في 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 طريقة تعاملنا مع القضايا هذه. لذلك علينا نقول في كل الحالات ومهما كانت القوانين أحيانا نحبها تكون ظالمة ما يسالش على حساب حتى ما يعتقده بعض الذكور أنها معناها ياسر إعطاء حقوق المرأة ولا غيرها. لا، ينبغي أن نذهب في هذا المسار وأن تكون هناك حتى قوانين ظالمة لفئات النساء، لأن مهما فعلنا نحن في مواجهة إرث كبير 14 قرن من ثقافة تمييزية ذكورية قبرت المرأة يعني وشيئت مفهوم المرأة وشيئت يعني التعاطي مع القضية النسوية، يعني بحيث أنجت المختلف الأشكال الظلم الاجتماعي والثقافي اللي تتعرض له المرأة يعني في بلداننا، واللي لازال إلى اليوم رغم مسحة التحديث اللي عرفتها البلاد من عام 56 اللي هي كانت اختيارات الدولة الوطنية ما يسالش القوانين في ذلك. اليوم سمعنا السيد وزير العدل البارح يتحدث على مرصد المقاومة العنف ضد المرأة اتجاه معناها تغيير القوانين، وأعتقد أن هذه
القضايا مهمه. في قضيه الاغتصاب هذه فماش نقاش في المساله هذه، معناها القانون مطلوب واللعب لا، تبقى البلاد ما زالت في حاجه انها تخطو الخطوات الجريئه. وانا لهنا في الحقيقه باهت ما نعرفش الباجي قايس السبسي في تقديري كانت عنده فرصه لدخول التاريخ. لا بلا راهو دخول التاريخ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجانب هذايا راهو ماهوش لا يمكن ان يرتبط بالسياسه اليوميه، واللي نعملوا فيه للاسف راهو سياسه يوميه. سي لو كوتيديان، ربحت في انتخابات طلعت ألف غيرك ربحوا في انتخابات وطلعت. ها بورقيبه ما لا ربح انتخابات ولا شيء، وكان ديكتاتورا وحكم حكم حزب واحد وكذا، لكن دخل التاريخ. جاء في البلاد 56 اليوم كي يتحدثوا على تونس ما غير تعقيدات، هي بلاد مجله الاحوال الشخصيه. كي خذا القرار والجرأة ومشى فيها القدام. باجي قايس السبسي اليوم او غيره من القيادات السياسية امامهم زاد فرصة لدخول التاريخ خويا العزيز. اكزامبل الحاجة اللي لازم يقوم بها. المساواة في الإرث. قانون المساواة في الإرث. اليوم مجال الاجتهاد نتاعو، ادعي لي خويا، المجامع الفقهية نتاعك، ادعي كلية الشريعة والكلية الزيتونية، واعتقد أنها مرجع. وكل المبررات بتاع واقع الحياة الجديدة، واقع الحياة العصرية اللي 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 اللي, اللي تنسف السياقات اللي ورد فيها معناها هذه اللامساواة. اليوم مش معقول. تقول لك الدين صالح لكل زمان ومكان. لا، عندنا تأويلية، الدين تأويل. أنا النص اليوم نجم نأول. تيهما الله، مفهوم الله أول. المعتزلة أولدته شيء، والمتكلمين أولوه شيء، والحنابلة أولوه شيء. الله وما أدراك، الله الذي استوى على العرش، قامت عليها تأويلات واختلافات. واحد يقول لك العرش كرسي كما هذا كذا قاعد عليه، ويد الله فهمتي كذا، هل يجسد، هل يملك يد أم لم يملك. الله وأول. خلي القضايا التفصيلية اللي تتعلق بواقع حياة البشر. أخي شنو ربك قال لك؟ خذ أربعة وتلجم تاني خذ ما ملكت الأيمان. زاد والدين واضح في السياق هذايا. أي أو النجم لو نخرج في عركة تو نمشي نسبي ونجيب، هذاك حقيقة وأصل زاد بالمنطق، المنطق النصي هذاك هو زاد. وأنا ما نراه حتى بمنطق داعش، رد بالك تدخل البنية التفكير الداخلي لداعش والتنظيمات هذية وفية للنص زاد. بما أنه تأويل، ولكنها في نهاية الأمر وفية لتأويل داخل النص، لأن النص تأويل، النص تأويل، النص حسب ما تقراه انت وفق قراءتك ليه. قلت لك في قضايا الكليات كان يخضع للتاويل، فما بالك في الجزئيات. كليات ليس اكثر كليه من قضيه ومفهوم الله والاله، واختلفت فيه الفرق. خلي في المساله هذه في المساواه في الارث شويه شجاعه. لو يعني المشرع وصاحب الاراده والوه ثم تهيأت لك يا اخويا. اليوم كان ما نعديهش اليوم في اطار الوفاق هذا وفي اطار النقاش، هات نعديه للنقاش يا اخويا. يا سيدي خلي يطيح وخلي المجتمع يتعامل مع القوى التي سترفض والقوى التي ستدعم. هاو لو ديبا، هذه الحاجات الكبيره اللي فاتت المراه اللي تلجم اليوم تكون بالفعل مساله نوعيه ونقله نوعيه. من اللي عملنا مجله الاحوال الشخصيه نحس واحنا قاعدين نلكلكوا في تفاصيل في الاخر. اليوم حد لجاء حط مع الكيلو كيلو واحد اخر كما اللي حطوا بورقيبه في 56. خويا اليوم امامنا حاجه اليوم، لانه مش معقول هالضيم هذايا اللي قاعد حاصل في حق الـ في حق النساء. اي ما حبيت نقول لك حاجه. اليوم المساواه في الارث ينجم يكون ديبا ومعركه حقيقيه تخاض يعني، واعتقد ان من سيخوض هذه المعركه وسينجح في انه يكسبها سيدخل التاريخ. اللاعب لا سيدخل التاريخ، اما بشرقه شكون؟ خلي يا ولدي خلي، لا والله لا قادري، خلي الديبا ما يسالش. وانا لما رد بالك مش معناها باش نقمع الديبا الاخر، ما يسالش، خلي نسمع مبررات من يرفض، وخلي يتحل ديبا دو سوسيتي على القضيه هذه، خلي تتنافس القوى السياسيه على المساله هذه، خلي اليوم المحور نتاع المنافسه الانتخابيه القادمه جزء منها الحكايه هذه. أنا اليوم انتخبني أنا أول مشروع سأقدمه هو مشروع المساواة في الإرث. خلينا نشوفوا خويا العزيز، يزموا حكاوا على كذا ومليون مرأة صوتت، مليون مرأة تصوت على شنو؟ على خاطر شنو؟ باش نبيعوا لها تلكليك بتاع التحايل السياسي اللي تعمل فيه الأحزاب توا، اللي هو كلام يتشابه ويتكلكل كيف بعضه. معناها يعني باش نبني لكم درا قدا، وباش نعملوا لكم 600,000 موطن شغل، وباش نعملوا لكم كذا. أعطيني خويا فيه قوانين، رد بالك فما حاجات نوعية، فما حاجات هيستوريك والبلدان والمجتمعات
ما تعمل تنجيزا القدام إلا بالقوانين النوعية هذه ما احترامي إلغاء الزواج المغتصبة بالضحية دي مهمة لكن تبقى قوانين تفصيلية يومية سيلو كوتيديان هذا لو كوتيديان. أنا حاجتي الحاجات الجلوبال الجو التاريخية كي تنظر لها في مسار تاريخ أمم ومجتمعات لا تقول العام الذي سن فيه القانون الفلاني كيف مجت الأحوال الشخصية إلى اليوم وقولوا 56 في أود 56 وزنها طبعا الوزن أعطيني واليوم ما زلت فما فرصة لكن بالطبيعة أعطيني شكون القيادة الجريئة والمغامرة والقوية كابا فان الكلمة ليك.